بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبنا، موضوعنا اليوم رح نحكي فيه عن أنواع العسل المختلفة في مختلف البلدان العربية وعن علاج وفوائد كل نوع من أنواع العسل للإنسان. يعتبر العسل من المصادر الرئيسية التي تزود الجسم بالغذاء والطاقة ويعمل على دعم وتوفير الحماية من الإصابة بالأمراض والميكروبات بصفته غنيا بمضادات الأكسدة، وقد أكد العلماء دوره الفعال كغذاء صحي في المجال العلمي والطبي، حيث يفيد في التخلص من الجذور الحرة الشديدة وتأثيرها على صحة الإنسان، وفي معالجة أمراض القلب وتصلب الشرايين، وفي معالجة الأعصاب وأمراض المفاصل والعظام وأمراض السرطان، ويدخل أيضا في العلاجات الطبية كمعالجة مشاكل البشرة والحروق والتقليل من علامات الشيخوخة. وتتأثر تركيبة عسل النحل حسب نوع الرحيق من المصادر النباتية والزهور التي يتغذى النحل عليها، وعلى هذا الأساس يختلف العسل من نوع لآخر، حيث يؤثر مصدر ونوع غذاء النحل على الطعم ولون وكثافة العسل، إضافة لتأثره بالبيئة والتربة التي تنمو بها تلك النباتات والأزهار. ويوجد أنواع عديدة من عسل النحل، سنذكر أهمها. عسل السدر: يعتبر عسل شجرة السدر أو النبق من أفضل وأغلى أنواع العسل على مستوى العالم، وتنمو شجرة السدر في جزيرة العرب وبلاد الشام والمغرب العربي، وعموما تنتشر زراعته في المناطق الاستوائية وشبه الاستوائية. وقد عرف الإنسان شجرة السدر منذ آلاف السنين، وعسل السدر يتميز عن أنواع العسل الأخرى بلونه البني الغامق، وتكون رائحته زكية ومذاقه لذيذ، وكلما مر عليه الوقت يزداد طعمه حلاوة وتزداد كثافته ومذاقه الرائع. وهو عسل يندر إنتاجه لأنه ينمو في موسم واحد فقط. مفيد في أمراض الكبد والجهاز الهضمي وفقر الدم والضعف العام والبول السكري، ومفيد للجروح، فهو مطهر للجروح ويساعد على سرعة التئامها. وعسل السدر مفيد لفقر الدم، فيعطى للنساء الحوامل والمرضعات وللمرضى في دور النقاهة، لأنه يحتوي على مركبات الحديد والمنغنيز. عسل الليمون الذي يستخلص من أشجار الحمضيات كالبرتقال واليوسفي والليمون وغيره، وتكون كثافته أقل بلونه الأبيض، ويحتوي على كمية كبيرة من مضادات الأكسدة، حامض الأسكروبيك الذي يفيد بشكل خاص الأطفال في حمايتهم من أمراض البرد والإنفلونزا خلال فصل الشتاء، بالإضافة إلى دوره في علاج السرطان وتقوية الجسم والذاكرة وفي علاج أنيميا الدم، ويحتوي على الفرنسول والذي يستخدم لعلاج الأعصاب والأرق والتهاب الشعب الهوائية، وأيضا يعالج المغص وتقلص العضلات والسعال. عسل الزعتر مفيد لانتفاخات البطن وكثرة الغازات والتهابات المسالك البولية والتناسلية وللضعف العام، ويفيد كثيرا في تقوية الذاكرة وكثرة النسيان، وأيضا يفيد بالصداع والسعال وعلاج فقر الدم والتهابات البلعوم. عسل الدغموس صالح لالتهاب الحنجرة واللوزتين وأمراض الكبد، ومضاد لميكروبات الدم، أيضا مضاد لميكروبات الجلد والذبحة الصدرية المزمنة والزكام وأمراض الجهاز التناسلي والروماتيزم والضعف العام وصداع الرأس، للسرطان أيضا ولداء السكري والربو. حبيبنا، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.